السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي خلونا نشوف مع بعض ازاي نعمل عمود يكون تويست او بيلف حوالين نفسه. طيب خليني اقول له انا عايز اعمل فلور، بالشكل دوت. اقول له في في، اتاكد ان الفلور متعلم عليه. اوكي، هاخد العمود دوت، هاخد الفلور ده اقول له كوبي واقول له الاين تو ليفل 2. طيب بعد كده هقول له ماسنج اند سايت، انا عايز اعمل ماسنج اند سايت، واقول له امبليس ماس. اوكي، وهبدا ارسم هنا من البلان الجزء دوت، بحيث إن في هنا عمود هيبدأ يلف حوالين الشكل دوت. وخلينا ندخل هنا في الإليفيشن، وأبدأ أقول له أنا عايز أرسم بلان، وخليه ياخد رقم واحد، وبعد كده اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، وبعد كده هقول له دي اي دايمنشن، بحيث اخليهم كلهم ايكوال بالشكل دوت. ولو انا عايز يظهر لي الرقم بدل كلمة ايكوال، ممكن اجي هنا واقول له يظهر لي الفاليو بالشكل دوت. طيب دلوقتي هاجي في ليفل 1، عايز ارسم الدايرة هنا، فهقول له موديل واقول له ارسمها لي في ليفل 1، اقول له اهي الدايرة بتاعتي، اقول لكم مثلا 200 او خليها 50. ونبدأ نشوفها من هنا لهنا كام. طيب عايزين نرسم برضه نفس الحاجة، هقول له هنا موديل وأقول له عايز أرسم سيركل، بس خليها على ريفرنس بلان 2 اهوت 50. وهقول له أنا عايزها ونفس الكلام هنكرره هنا وهنا، او ممكن تاخد ده كده روتيت زي لو انت حابب، يعني ممكن تاخد نفس، او خلينا نرسمها. ممكن اقول له انا عايز ارسم هنا دي 50، وهعمل لها موف ام بي 550، وخليها على الريفرنس بلان 3. اترسمت بس طلعت في الدور اللي فوق. هنا اقول له خليها ريفرنس بلان 4 اهيت 50. خلينا نعلي الفيو رينج لو انت حابب، ممكن نعملها موف 350. طيب وبعد كده ممكن نقول له احنا عايزين نرسم سيركل
على ريفرنس بلان 5. ونقول له دي موف 550 او باي شكل. المهم انك ترسم كل واحد فيهم على ارتفاع مختلف بحيث لما تشوفها في ال 3D تظهر معاك بالشكل دوت. تمام، ممكن بعد كده نعمل سيلكت عليهم كلهم ونيجي بقى على كرييت فورم نقول له سوليد فيبدأ يرسمها لنا بالشكل دوت. طيب ممكن نعمل سيلكت عليه ونبدأ نشوف الماتيريال بتاعتها حسب بقى نوع العمود اللي انت حابه. مثلا طيب خلينا بقى نرجع لليفل 1 وبعد كده ممكن نعمل سيلكت على العمود دوت ونعمل له روتيت. للأسف الروتيت مش شغالة فهقول له أو الري مش شغالة فممكن أقول له الري وأبدأ أقول له مثلا من هنا ناخد كوبي من هنا لهنا وبعد كده ناخد بقى الاتنين مع بعض كوبي روتيت كوبي بالشكل ده. طبعا ممكن في اي لحظة ممكن نكبر الحجم بتاعه زي اللي احنا عايزين بس خلينا نشتغل عليه كده. اقول له كوبي واقول له عايز اخد مثلا روتيت خمسة وأربعين طيب خلينا نرجع تاني خمسة وأربعين طيب ممكن ناخدهم برضو كلهم كوبي وقول له روتيت اتنين وعشرين بوينت فايف فتعال نشوف بقى في 3D هيبقى عامل ازاي. وهكذا ممكن بقى تبقى عامل حسابك بقى ان هم يكونوا قريبين من بعض او بعاد عن بعض زي ما انت حابب.